يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة On Time Sports في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات أخبار On Time، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة. وزي ما احنا متعودين هنا مع حضراتكم هيكون عندنا جولة في الساحة المحلية، وده من خلال أخبارنا الخاصة. كمان هنتابع معاكم كل الكواليس الجديدة في كرة القدم العالمية، أكيد كل ده تحت شعار إن كل شعوب العالم بيختلفوا في لغتهم وكمان في عاداتهم وفي تقاليدهم، حاجة واحدة دايما بتجمعنا أكيد هي الرياضة. وهنبتدي معاكم كالعادة مع أهم وأبرز العناوين. منتخب التايكوندو يبدأ مشواره غدا ببطولة العالم بالمكسيك. الأهلي يجتمع مع كولر لبحث صفقات الشتاء. الزمالك يجهز الزناري لقيادة الدفاع في غياب الونش. وعالمياً صنع على رأس القائمة النهائية لكوريا الجنوبية لمونديال قطر برغم الإصابة. ومن العناوين هنروح مع حضراتكم لتفاصيل أخبارنا، وهنبتدي معاكم بالألعاب الأخرى. وجه الاتحاد الدولي لليد رسالة خاصة لأحمد الأحمر أسطورة نادي الزمالك والمنتخب الوطني، واللي قرر أنه يعتزل اللعب الدولي مع الفراعنة من أيام. ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فيديو ملخص للمسات ومهارات الفرعون مع المنتخب في بطولة العالم، وعلق كمان الحساب وقال: أصبح منتخب مصر للرجال المفضل لدى الجماهير بين الكثيرين في عالم كرة اليد بصرف النظر عن مشجعيهم، وكان هناك لاعب واحد يقود صعود الجيل الحالي، قاموا بتدمير كل نبضاتنا بواحدة من أعظم المباريات في التاريخ في مصر في 2021، وبلغ نصف نهائي الأولمبي لأول مرة في طوكيو في 2020. أحمد الأحمر أعلن الأحمر اعتزال المنتخب الوطني، بنشكره على الذكريات وبنتمنى لي أكيد التوفيق وأن يدخل هذا الفصل الجديد في مسيرته. نروح معاكم للتايكوندو، وهتنطلق غدا منافسات بطولة العالم جي 14 في المكسيك خلال الفترة من 13 لغاية 21 نوفمبر الجاري. بيمثل مصر في بطولة العالم 10 لعيبة، وهم مصطفى فرج في وزن 58 كيلو، أحمد وائل في وزن 63 كيلو، إياد بركات في وزن 68 كيلو، رامي عيسى في وزن 74 كيلو، سيف عيسى في وزن 80 كيلو، أحمد راوي في وزن 87 كيلو، وشهد سامي في وزن 49 كيلو، وأشرقت نبيل في وزن 57 كيلو، وآية شحاتة في وزن 67 كيلو، ميسون إيهاب في وزن 73 كيلو. وبيرأس بعثة مصر المهندس محمد عجيزة عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو، واللي وصل المكسيك أول امبارح، وبيضم الجهاز الفني والطبي لمنتخب مصر للتايكوندو كل من أسامة سيد مدرب عام، محمد مجدي مدرب، الدكتور أدري المر أخصائي العلاج الطبيعي، الدكتور مدحت إبراهيم المعد النفسي للفريق. بعثت منتخب مصر التايكوندو سفرت لمدينة سانت لويس في المكسيك عشان تشارك في معسكر تدريبي مغلق في فندق من فنادق المراكز الخاصة بالتدريب لمدة 10 أيام قبل ما يتوجهوا لمدينة غوادلاجارا المكسيكية، واللي بتستضيف فعاليات بطولة العالم. كمان اختتمت أمس يوم الخميس فعاليات البطولة الإفريقية للسكواش للناشئين في زيمبابوي للفردي وللفرق. تألق لعيبة منتخب مصر وسيطروا على ميداليات الفردي والفرق، وجت ميداليات مصر في البطولة كالتالي: مركز أول فرق ناشئين، مركز أول فرق نشآت، ياسين الشافعي ذهبية فردي ناشئين، خالد لبيب فضية فردي ناشئين، سيف الشناوي برونزية فردي ناشئين، منى وليد ذهبية فردي ناشئات، كنزي أيمن صابر فضية فردي ناشئات.
وهنختم أخبارنا الخاصة بالألعاب الأخرى من عند كمال الأجسام، واستطاع العميد أحمد سامي أن هو يحقق 3 ميداليات ذهبية لمصر في بطولة العالم لكمال الأجسام بعد ما فاز في 3 مباريات عالم منهم مباراة بطل الأبطال. حقق سامي ذهبية العالم كلاسيك وكمان ذهبية العالم كلاسيك بودي بيلدينج ماسترز وذهبية الأوفر أول، وكمان بطل أبطال العالم، وبيعتبر كمان العميد أحمد سامي هو أول ضابط شرطة في تاريخ مصر بيقدر أنه يحقق الألقاب دي كلها. وبكده بنكون خلصنا أخبارنا الخاصة بالألعاب الأخرى، ودلوقتي هنروح مع حضراتكم سريعا لأخبار الكورة المحلية. البداية هتكون من عند النادي الأهلي، وبينوي الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ان هو يصعد عدد من اللعيبة الشباب للتدريب مع الفريق الأول بعد ما تنتهي فترة الراحة، ويرجعوا مرة تانية للتدريبات الجماعية بدءا من يوم الاثنين اللي جاي عشان يعوضوا الغيابات الكتيرة اللي موجودة في صفوف الفريق لانضمام طبعا عدد كبير من لعيبة الفريق لصفوف منتخبات بلادهم وفقا طبعا للأجندة الدولية في شهر نوفمبر الجاري، سواء بقى اللي انضموا للمنتخب الأول او المنتخب الأولمبي. اكيد بيرغب كولر ان هو يتابع عدد من اللعيبة الشباب خلال التدريبات الجماعية عشان يعتمد على مجموعة منهم خلال الفترة اللي جاية دي، سواء بقى في مباريات الدوري او الكاس او حتى كاس الرابطة، خصوصا طبعا ان الفترة اللي فاتت دي شهدت استعانة المدرب السويسري بعدد من اللعيبة الشباب في قائمة مباريات الفريق الاحمر زي مثلا رأفت خليل ومحمد فخري ومحمد اشرف، واكيد بينوي ان هو يعمم القاعدة دي على كل اللعيبة الشباب خلال الفترة اللي جاية. كمان بيدرس المدرب السويسري إمكانية أنه هو يخوض مباراة ودية قصاد أحد الفرق أو طبعا فريق الشباب في النادي الأهلي بعد انتهاء الراحة السلبية واللي حصل عليها الفريق حاليا. بيرغب كمان كولر ان هو يقف على مستوى بعض اللعيبه ويجهز لعيبه تانيين رجعوا طبعا من اصابه وكانوا خارجين بره حسابات الجهاز الفني الفتره اللي فاتت دي، عشان كده بيفكر ان هو يعمل مباراه وديه بتجمع اللعيبه دول، وده هيكون ان شاء الله قبل المنافسات المحليه ما ترجع تستأنف مره تانيه. لسه مكملين مع النادي الأهلي، وتقرر عقد جلسة خاصة ما بين مارسيل كولر ولجنة التخطيط للكورة في النادي الأهلي بعد رجوعه من أجازته واللي بيقضيها حاليا في بلاده خلال فترة توقف الدولي، وبتعقد اللجنة اللي بيترأسها محسن صالح جلسة مع المدير الفني عشان يناقشوا بعض الملفات الخاصة بفريق الكورة. كولر ناقش قبل كده مع جهازه المعاون في النادي الأهلي عدة أمور خاصة أكيد بفريق الكورة خلال الفترة اللي جاية، وعقد كولر جلسة خاصة مع معاونيه على هامش تمرين يوم الثلاثاء اللي فات ده عشان يرتبوا للمرحلة اللي جاية دي واللي هيخوض فيها الفريق عدة طبعا أحداث كتيرة هتكون بعد الراحة اللي تقرر ان هم يحصلوا عليها ابتداء من الأربع اللي فات والمدة 5 أيام، وهيرجعوا يستأنفوا التدريبات مرة تانية يوم الاثنين المقبل زي ما قلنا لحضراتكم. مشاهدينا نطلع دلوقتي مع حضراتكم سريعا لفاصل، بعد الفاصل هنرجع ونكمل معاكم بقية فقراتنا هنا في أخبار أون تايم، خليكم معنا. برحب بحضراتكم مرة تانية، لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا الإخبارية هنا، وهنروح معاكم لنادي الزمالك ويخوض الفريق الأول يوم الاثنين اللي جاي فترة إعداد مصغرة استعدادا لاستئناف المباريات مرة تانية بعد الراحة اللي حصل عليها بالفعل الفريق لمدة 4 أيام واللي بدأت يوم الخميس اللي فات. أكيد بيسعى البرتغالي فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك إن هو يجهز اللعيبة بالشكل الأمثل للمباريات، وكمان زيادة الانسجام ما بين اللعيبة الجداد واللعيبة القدامى في الفترة دي عشان طبعا
يستعيد مرة تانية رونقة الفريق ومستواه المميز واللي ظهر عليه في الموسم اللي فات واللي نجح طبعا في الفريق ان هو يتوج بلقب الدوري وكاس مصر. بندرس دلوقتي المدير الفني اجراء عملية تدوير ما بين اللعيبة في بعض المراكز ومنح طبعا بعض اللعيبة الفرصة ان هم يوصلوا لافضل تشكيل لنادي الزمالك قبل مباراة المصري اللي جاية. كمان استقر فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك ان هو يحط برنامج تأهيلي قوي للثنائي مصطفى الزناري ومحمد عبد الغني عشان يجهزهم بشكل كويس جدا ويعوضوا محمود حمدي الونش في دفاع الفريق في المباريات اللي جايه دي ويلعبوا جنب حسام عبد المجيد واللي حجز مكانه خلاص في التشكيل الاساسي للفريق. بيغيب محمود حمدي الونش عن نادي الزمالك لمده هتتراوح ما بين الاربعه لست شهور بعد ما عمل جراحه وتر الخلفيه في انجلترا بعد الاصابه اللي لحقت بيه في مباراه سموحة اللي فاتت دي، وهتكون فرصة مصطفى الزناري أكبر بسبب جاهزيته وعدم معاناته من أي إصابة في الوقت الحالي. حرص فيريرا أنه هو يعمل جلسة معاه وأكد خلالها أنه هو واثق جدا في إمكانياته عشان يعوض غياب الونش ويظهر كمان بشكل قوي جدا في المباريات اللي جاية وينضم لمنتخب مصر في الأيام اللي جاية. كمان بعد كمان استبعاده من قائمة المنتخب الأول فقرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي أنه هو يستدعي حسام عبد المجيد مدافع فريق نادي الزمالك عشان ينضم لمعسكر المنتخب الأولمبي اللي هيكون في أحد فنادق القاهرة ضمن الاستعدادات لمواجهة زامبيا في التصفيات الأفريقية اللي بتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. أدى المنتخب الأولمبي تدريبين من ساعة ما تجمعوا يوم الخميس اللي فاتوا، بيخوض تدريبه الثالث النهاردة على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس. حرص ميكالي خلال التدريبات أنه يشرح بعض الأمور الفنية للعيبة في محاضرات لا تتوقف، وكمان شدد على اللعيبة ضرورة الالتزام بها والتركيز كمان في تنفيذها بسبب أهميتها خلال رحلة التحديات الصعبة واللي بتنتظر أكيد المنتخب في التصفيات. نروح مع حضراتكم للمصري بورسعيدي، وهيتظلم الثنائي مروان حمدي او هينتظم عفوا الثنائي مروان حمدي ومحمود جاد في معسكر الفريق المقام حاليا في القاهره استعدادا لاستئناف مباريات الدوري مواجهه الزمالك في ربع نهائي كاس مصر بعد استبعادهم من القائمه النهائيه لمنتخب الفراعنه. بيستعد المصري لمواجهه نادي الزمالك يوم 26 نوفمبر الجاري في اللقاء اللي بيجمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي من بطولة كاس مصر في نسخة الموسم اللي فات، خصوصا طبعا ان النادي المصري عنده مباراتين وديتين خلال معسكره المقام حاليا في القاهرة. خسر في الاول وكان قصاد الفريق القناة بهدف نظيف، وفاز في المباراة الثانية كانت على الداخلية بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. ونروح معاكم للإسماعيلي، وهيجري باهر المحمدي مدافع الفريق الأول أشعة على قدمه خلال الساعات اللي جاية دي عشان يحدد مدى أو مدة غيابه عن صفوف فريقه. وكان طبعا باهر المحمدي تعرض لشد في عضلته الضمة خلال تواجده ضمن معسكر منتخب مصر. كان فيتوريا ضم باهر المحمدي عشان يكون المؤثر الوحيد عن الإسماعيلي في معسكر المنتخب قبل ما يغادر القائمة الأخيرة للإصابة قبل ساعات من السفر لدولة الكويت. وبيخوض فريق الإسماعيلي بقيادة جريدو مباراة ودية النهاردة يوم السبت مع أبو حماد على ملعبه في إسماعيلية، وهيخوض الدراويش ودية بكرة يوم الحد مع فريق الشباب مواليد 2001. لسه مكملين مع حضراتكم أخبارنا المحلية. كابتن شوقي غريب المدير الفني للمقاولين العرب والجهاز المعاون الخاص بيه شغالين الفترة دي على معالجة أزمة إهدار الفرص وقلة الأهداف كمان استعدادا للقاء المرتقب مع النادي الأهلي اللي هيكون يوم 27 نوفمبر الجاري في الدور ربع النهائي من بطولة كاس مصر. ما سجلش لعيبة المقاولين العرب غير هدف واحد بس من ساعة ما انطلقت مسابقة الدوري المصري الممتاز. خاض المقاولين العرب ثلاث جولات انتهت كلها بالتعادل، اتعادل في المباراة الأولى قصاد غزل المحلة بهدف لهدف، وسجل هدف المقاولين العرب وقتها فادي فريد قبل ما يتعادل سلبيا مع فاركو ومع فيوتشر. وبكده بتكون خلصت فقرة أخبارنا المحلية. خلونا نروح دلوقتي مع حضراتكم لفاصل ونرجع ونكمل معاكم بقية فقراتنا هنا في أخبار أون تايم. خليكم معنا. كالعادة نبتدي مع جولة في نتائج أبرز مباريات النهاردة في الدوريات الأوروبية المختلفة، ونبتدي من عند البريمير ليج أو الدوري الإنجليزي. مباريات النهاردة في الدوري الإنجليزي في الجولة 16.
بورنموث مع ايفرتون الساعة 5، ليفربول مع ساوثهامبتون الساعة 5، نوتنغهام فورست مع كريستال بالاس الساعة 5، توتنهام ليدز يونايتد الساعة 5، ويست هام وليستر سيتي الساعة 5، نيوكاسل وتشيلسي الساعة 7:30، وولفرهامبتون وارسنال الساعة 9:45 دقيقة. نروح معاكم لمباريات النهارده في الدوري الايطالي في الجوله ال 15، سامادوريا مع ليتشي الساعه 7، وبولونيا مع ساسولو الساعه 10:15. كمان اعلن باولو بيناتو مدرب منتخب كوريا الجنوبيه القائمه النهائيه استعدادا لخوض منافسات بطوله كاس العالم 2022 في قطر خلال الفتره ما بين 20 نوفمبر الجاري لغايه يوم 18 ديسمبر اللي جاي على الترتيب. شهدت كمان قائمه منتخب كوريا الجنوبيه تواجد سون هيونغ مين نجم توتنهام الانجليزي برغم اصابته بكسر بالقرب من العين اليسرى خلال مباراه توتنهام الاخيره في دوري ابطال اوروبا ضد مارسيليا الفرنسي. كمان تواجد في قائمة المنتخب النهائية لخوض كاس العالم 2022 حارس منتخب الشباب كيم سيونغ، ولكن تم استبعاد جانج لاعب الهلال السعودي وبينافس منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة في بطولة كاس العالم 2022 البرتغال وغانا وأوروغواي. كمان نجمنا المصري محمد او عمر مرموش عفوا لاعب فريق فولسبورغ الالماني النهارده هيسعى ان هو يواصل لتقديم نتائجه الجيده في الدوري الالماني وصدف هوفنهايم على ملعب راين نيكار في الجوله ال 15 من الدوري الالماني. طبعا بدات خلاص منذ لحظات قليله المباراه وبكل تاكيد هيكون تحدي جديد بالنسبه لمرموش بعد ما حقق بالفعل فوز مهم على نظيره فريق بروسيا دورتموند الالماني بهدفين نظيفين خلال المباراه اللي جمعت الفريقين في الجوله الاخيره. فولسبورغ في رصيده دلوقتي 20 نقطه بيحتل بيهم المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الالماني، وكمان بيحتل هوفنهايم المركز العاشر ورصيده الان من النقاط 18 نقطة. دي كانت أبرز وأهم الأخبار العالمية. دلوقتي جه معادنا مع حضراتكم وفقرتنا مع الصحف الأوروبية، ويمكن بقى أبرز كمان العناوين اللي اتكتبت النهاردة. البداية هتكون مع الصحف الأسبانية. صحيفة ميركل ركزت على قائمة المنتخب الأسباني واللي أعلنها المدرب لويس إنريكي عشان يشارك في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وكتب فريق الكل. كما اهتمت برضو الصحيفة بحوارها مع بيدري نجم برشلونة والمنتخب الأسباني، وكتبت بيدري نريد أن نضع النجمة الثانية. كمان صحيفة سبورت ركزت على إعلان لويس إنريكي مدرب منتخب أسبانيا قائمة اللعيبة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، كتبت تم اختيارهم من أجل المجد. الصحيفة برضه اهتمت بصورة بيكي برفقة 30 كأس لألقاب برفقة برشلونة، وكتبت بيكي سيد 30 لقب. برضه اهتمت بلقاءات الدور الأول من كأس الملك، وكتبت بداية لقاءات كأس ملك أسبانيا مع مشاركة أندية الدرجة الأولى. صحيفة الموندو كمان الأسبانية ركزت على قائمة المنتخب الأسباني اللي هتشارك في نهائيات كأس العالم، وكتبت القائمة الصحفية اهتمت بلقاءات الدور الأول من كأس ملك أسبانيا. كتبت كمان اليوم البداية دون هامش خطأ لأتلتيكو مدريد وإسبانيول، اهتمت برضو ببيكي مدافع برشلونة المعتزل، وكتبت صورة بيكي برفقة 30 لقب برشلوني. في إنجلترا بقى صحيفة ذا سان ركزت على طلب أنتونيو كونتي مدرب توتنهام ان هو طلب من مدرب منتخب انجلترا الاعتناء بنجمه هاري كين، وكتبت لا تستطيع هاري كين اخبر أنتونيو كونتي جاريث ساوثجيت مدرب منتخب انجلترا اعتني بهاري كين. اهتمت برضه الصحيفه بمعاقبه الالماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، وكتبت كلوب يضرب بالتوفيق. كمان صحيفة فرنسا صحيفة لوكيب الفرنسية اتكلمت وركزت على لقاء المنتخب الفرنسي ومنتخب جنوب أفريقيا في رجبي، وكتبت اختبار القوة. الصحيفة برضو اهتمت بتعادل أولمبيك ليون ونيس 1-1 في الدوري الفرنسي، كتبت كمان أولمبيك ليون دايما ببطء. أخيرا
وفي إيطاليا صحيفة لا جازيتا ديل سبورت ركزت على اليوفنتوس وعلى التفكير بتعزيز صفوفه من أجل التنافس على لقب الدوري. كتبت التعزيزات من أجل لقب الدوري الإيطالي يوفنتوس من ضربة لضربة. الصحيفة برضو اهتمت بأخبار ميلان ونابولي ورغبة انتر ميلان أنهما يتعاقدوا مع لاعب فالنسيا. كتبت انتر ميلان يرغب في الحال بضم فاسكيز من فالنسيا. مشاهدينا وبكده بتكون خلصت فقرتنا الإخبارية دي. نطلع معاكم بعد دلوقتي لفاصل سريع وهنرجع ونكمل معاكم بقية فقرتنا هنا في أخبار أون تايم. خليكم معنا. طريقه دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج أخبار أون تايم، وفيناكم فيها بكل ما هو جديد محليا وعالميا. أشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة. إلى اللقاء.